السلام عليكم، كيف حالكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جات لكم فيديو جديد، انا اخوكم احمد قناه اليوتيوب شباب. اليوم مقطعنا راح يكون حرق حضنه الكريمينال. مثل ما بتعرفوا انه الكريمينال رجع نزل، وراح احاول اجيب الكريمينال موف. ما بعرف انا وحظي بكم بيجي معي الكريمينال موف. فخلونا ما نطول بالمقطع ونبلش لف. نقول بسم الله اول 10 لفات جاي. انت بيض اشوف جانا كفو كفو. هاي التوكن حلو، التوكن الثاني كفو، التوكن الثالث كفو، التوكن الرابع كفو كفو كفو. والله 4 توكنات من اول 10 لفات. يلا نقول بسم الله مرة ثانية، بركي يجي الكريمينال. هاي 10 لفات، بسم الله يا رب يا رب. شي مرة هيك غير حظي. توكن كالعادة، توكن واحد كريم. يلا كمان 10 لفات. توكن حلو، هون توكنين يعني 4 توكنات. شو صار معنا توكن 14؟ لسا عم بكفينا. نرجع من دفع 10 لفات. توكن كمان 10 لفات. والله الحظ بين يا شباب، بدكم شايفين يعني. توكن والله كريمين صاير يا اخي، قارين ما بحبينا صاير. يلا نلف 10 لفات مرة كمان وبسم الله يا رب تدخلك الكريمينال. حلو، لحد الان 18 توكن يا شباب. لسا بدي 32 توكن لحتى احسن اجيب الكريمينال. هو انا بصراحة بفضل الاحمر، ايه بس الاحمر اخذته المعدل هذاك الثاني، هذا حصلته هذا الكريمينال. لهيك ما راح اجيب الاحمر، راح يصير عندي 2 احمر، فراح اخذ الموف. عندي الاخضر وانا محظي. بسم الله 10 لفات. توكن شي اكيد يعني. توكنين والله بعد بحكي. مستحيل انه يجي الكريمينال يا شباب، حصرا توكن تروح السبلة. يلا يلا كمان 19. في 10 هيك سريع ومفتح. بس والله يعني ما كفيني 4-5000 جوال اوريدي. طبعا هاي رح تكون اخر لفة مع الاسف، اخر 10 لفات. ساعتها بدي ارجع اشحن. يا رب يجيني التوكن، التوكن يا رب يجيني الكريمينال هذا. يا كريمينال مستحيل مستحيل. طبعا يا شباب مثل ما شفتوا 2400 جوهرة، حصلنا فيهم 29 توكن فقط لا غير. فلهيك بدي ارجع اضطر اشحن مرة تانية ونرجع منكمل اللف سوا.
Tay chân đâu hết rồi nào.